أسائية الخاصة جبت شركة وطنية اللي هي قصيدات فراغ فراغ فلاحة راهم يخدموا في الصحراء يديروا في سلاح الأراضي في الصحراء سمعتوا به مستوى عالي بزاف 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 تكنولوجيات فيها المعيات فيها استصلاح الأراضي فيها استعمال تكنولوجيات هذه هما نهضر على قصيدات فيها إلى غير ذلك جبتهم راهم جاونا عندهم ربع أيام هذا مكان اتفقنا معاهم باش حصلوا في إطار الامتياز في الفلاحي حصلوا على مساحة كبيرة بزاف هنا بمحاذاة غريزان هنا بركي أكثر من 1200 قطعة راح يديروا فيها مركب مركب مندمج فيه كلش فيه فلاحة فيها زراعة الحبوب خاصة البذور أيه. لأنه البذور باعوا كل مع قرار راهي في البذور أيه. فيه استصلاح تاع عرض فيها نسبة نوعا ما تاع الملوحة دونك فيها تكنولوجيا فيها المائيات اللي كانت طالب فيها النخيل فيها الأشجار المثمرة هذا كان تفاهمنا على هذا الشيء مازال فقط يديروا تنقيب تجريبي باش يضمنوا باش يتأكدوا اللي كاين الماء بعمق أكثر من 300 متر باش يدوا الماء الحلو لأنه الماء شوية من فوق شوية ملح لازمهم ملح هذا برك بربي إن شاء الله في غضون أسبوعين راح يجيو باش يبداو التنقيب هذا وطلبوا ربي يلقاو الماء المطلوب في العمق المطلوب إن شاء الله ونمضيو معهم مباشرة نمضيو ونبداو